الحمد لله قدرنا من خلال الخطه دي ان احنا نوصل للسوق العالمي، وقدرنا ان احنا يكون لنا بصمه في السوق المحلي. المزارع عندنا عايز انتاجيه عاليه وتحملات، وده موجود في شركه تكنوسيد. عندهم جولد 21 سألت عنه كتير لحد ما جبته. تكنوسيدز بقى عندت عن مجال المنافسه التسويقيه وركزت في جوده المنتج. قدرنا في وقت قصير ان احنا ندخل السوق العربي بمنتجات تكنوسيد. مفيش شركه في مصر حتى الان انتجت ذره حمراء غير تكنوسيد. فريق برنامج الثمرة كان له زيارة خاصة لمشروعات جمعية الإصلاح الزراعي المنتجة لمشروعات الإنتاج الداجيني وإنتاج بيض المائدة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي ونزول المنتج في الأسواق بسعر عادل. وخلال زيارتنا تابعنا مشروع إنتاج بيض المائدة بمحافظة كفر الشيخ، بصراحة حاجة محترمة. المهندس شاكر ابراهيم المدير التنفيذي لمشروع دجاج البياض بكفر الشيخ، اهلا بيك. النهارده سلعه البيض من السلع المهمه للمواطن المصري. احنا النهارده في مشروع دجاج البياض التابع للاصلاح الزراعي، مشروع قوي. عرفنا بقى المشروع هنا ايه. هنا مشروع بياض هو 4 نابر، 1 تربيه و3 انتاج. عندنا سياسه المشروع هنا عنبرين ابيض وعنبر احمر. قوة العنبر عندنا هنا 24,000 دجاجة بنسكنها هنا بحيث ان هي عشان تقدر توفي السوق معنا هنا في كفر الشيخ. تمام. احنا عندنا هنا السلالة ايه هنا؟ الدجاج البياض السلالة هنا هاي لاين بني، شركة امهات مصر. اشرح لنا بقى مميزات السلالة ايه بقى. مميزات السلالة هنا ان هي البيضة بتاعتها كويسة، حجم البيضة فوق 62 جرام بتاع البيضة، هنا ماشية مع النمطي او اعلى من نسبة النمطي في الانتاج بتاعهم. تمام. اشرح لنا بقى السلاله هنا ايه بالنسبه للدجاج البيض. انا السلاله اللي هنا هاي لاين بني، شركه امهات مصر. عند العنبر في 5 بطاريات، البطاريه الواحده فيها 720 قفص، والقفص فيه سبع دجاجات. تمام. عندي عندي هنا اللي عليها سيور، وعندي الميه اوتوماتيك، كلها اوتوماتيك هنا. طبعا الشغل عندي كله اوتوماتيك، بحيث ان البيض بيطلع من السير بيخش على البطاريه، بيطلع من البطاريه على السير بيخش على الاسانسير بيطلع على الحصيره بيوصل هناك ايه مخزن تجميع البيض. تمام. مميزات بقى السلاله هنا فيه. مميزات السلاله هنا ان هي العلب بتاعها بسيط ماشي مع النمطي، يعني بتاكلها 105 جرام تقريبا، مع توفير في العلف، مع الانتاج معدل النمطي معايا مثلا فوق 90% في الانتاج بتاعها. تمام. النهارده الفرخه دي السلاله القويه دي بتبيض كم مره؟ يعني هي بتبيض بمعدل كل 26 ساعه بيضه. تمام. طرق الجمع بقى ازاي بقى؟ طرق الجمع عندي هنا ما فيش حد بيلمس البيض خالص الا هناك في غرفه التجميع او المخزن بتاع البيض. هناك عندي العمال هناك البيض بيتحط في كراتين ويطلع للمنتج. احنا عندنا هنا دجاج تربيه صح؟ لا، دجاج هنا انتاج، التربيه لوحده عشان مسافات البعد. التربيه احنا التربيه ده يعني احنا بنبدا بيه مراحل عشان يبيض ولا بنبيع؟ لا، انا بربي هناك عشان احيي المحطه هنا، لان انا عندي هناك الاساس بتاع المحطه عنبر الترميه اللي عندي هناك، بربيه في عمر يوم وبنجله في عمر 18 اسبوع هنا بحيث بهيئه ان هو يشتغل معايا هنا. قول لي بقى الكرتونه هنا بتطلع كام للمواطن المصري؟ من داخل عندي هنا تكلفه الكرتونه هنا ب 52 جنيه، واحنا بنحط عليها 2 جنيه اللي هم النقل والشغل بتاع الكرتونه يعني للمنتج بره. يعني ب 54 جنيه لكرتونه البيض. للمستهلك عندي انا هنا من على المنفذ 54 جنيه. دي المنافذ هنا في محافظه كفر الشيخ. لمحافظه كفر الشيخ. طب احنا لو عايزين مثلا المنتج ده بره المحافظات برضه ب 54، بس المستهلك بيجي ياخده من عندنا من هنا. احنا بنودي النهارده بسعر التكلفه صح؟ بسعر التكلفه. يعني احنا اللي بنشيل التكلفه بقى. ايوه، احنا اللي بنشيل التكلفه عندنا في كفر الشيخ. تمام. انت شايف في ارتفاع علف، شايفه ازاي؟ احنا زي النهارده بنقلل البدائل العلف اللي بالنسبه للفرخه هنا عشان تبيض كل يوم. هي المشكله ان سعر العلف هو اللي رافع الدنيا، ومكونات الانتاج ومكونات الاعلاف هي اللي غاليه علينا هنا. تمام. والادويه البيطرين. طب بالنسبه للتحصين هنا بيتم ازاي بقى؟ التحصين هنا تحت اشراف طبي متكامل، معانا دكتور هنا بيطري.
تحت اشراف متكامل وتحت برنامج ماشيين عليه هنا. اقول النهارده الفرخه تطلع لحم امتى؟ تطلع لحم هنا بعد 75 اسبوع، لان المعدل بتاعها المفروض تطلع لي 5 مليون بيضه، فاحنا بتعدي معانا هنا اكتر من 5 مليون، ممكن توصل 7 مليون بفضل الله يعني. تمام. الجمع هنا من الساعه كام؟ الجمع هنا من الساعه 8 الصبح لحد ما العنبر يخلص. يعني احنا بنجمع هنا، العنبر الاولاني بياخد ساعتين، الثاني ساعتين، الثالث ساعتين. تمام. طرق التخزين بتاعه البيض بقى؟ احنا هنا في ثلاجه هنا مهيئه وفيها تهويه وفيها كل حاجه، في حاله ان البيض ما يتباعش بيتحط فيه للحفاظ عليه. طبعا كل العمال النهارده متدربين على الجمع وعلى المتابعه الدوريه او اليوميه بالنسبه لدجاج البيض. عندنا جميع العماله مدربه على اكمل وجه، يعني سواء مهندسين او عمال او مهندسين كهرباء او فنيين، دي على اكمل استعداد يعني. تمام. بالنسبه للتربيه بقى؟ بالتربيه هناك عاملين عليها كنترول، لان اللي هناك ما بيجيش هنا، العماله اللي هناك ما بيجيش هنا عشان العدوى ونقل العدوى. تمام. بعد كام عمر تبيض الفرخه التربيه؟ بعد عمر 20 اسبوع بالظبط، في الاسبوع ال20 بتبدا التربيه تبشر، فانا بنجي لها التربيه بهيئها هنا في العمر ال16 هنا، بحيث تقعد الاربع اسابيع ان هي بهيئ لها المكان، بهيئ لها الجو ان هي ايه تبيض هنا في المكان هنا. تمام. بالنسبه للكتكوت النهارده في تعامل خاص للكتكوت؟ في تعاملات خاصه للكتكوت. عرفني من درجه حراره لدرجه رطوبه، لاكل معين، لتغذيه معينه، لمعاملات طبيه بيطريه معينه. وشفنا ازاي مشروع انتاج البيض بيطبق جميع الاجراءات الخاصة بالامان الحيوي داخل العنابة، وتعرفنا على اقوى سلالة للدواجن لانتاج البيض وطرق التغذية، وكل العنابر مغلقة ومجهزة باحدث التقنيات، وكمان شفنا جمع البيض والعمالة المدربة وطرق النقل حتى الوصول الى منافذ بيع التسوية. المهندس سامح بسيوني مفتش تعاون بيئة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أهلا بك. أهلا بك يا فندم. قول لي بقى بالنسبة للشغل بتاعك إيه بقى؟ الشغل بتاعنا إن إحنا بنعتمد قرارات الجمعية المشتركة في تنفيذ المشروعات بتاعتنا، ومن ضمن هذه المشروعات مشروع محطة الوفاة لإنتاج البيض اللي إحنا واقفين فيه حاليا. المشروع ده هو ليه طاقة إنتاجية بيحققها في خلال العام المالي، وكل سنة طبعا المشروع ده هو بيقدم خدمات للوطن والمواطن في محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة. ومن خلال المشروع ده هوت بنحاول ندعم كل التجار بالأسعار المخفضة، لأن طبعا هنا مفيش، مش هدفه الربحية، هدفه خدمة المواطنين. تمام. حضرتك كتنفيذ ومفتش في نفس الوقت، بنوفر ازاي العلف، بنوفر ازاي خدمة العمالة؟ حضرتك العلف والعمالة، العمالة دي عمالة مدربة عندنا، وبنحاول نحافظ عليها بقدر الإمكان، لأن طبعا مش أي حد يتعامل مع البيضة دي، وخصوصا إنها بيضة بتمشي على سيور آلية لحد ما توصل لمخزن التجميع، وبتتعبى في الكراتين علشان تطلع للمستهلك عن طريق المنفذ بتاع المحطة. وفي نفس الوقت العلف ده احنا بنوفره عن طريق مناقصات خاصة بأقل الأسعار، بيبقى زي نظام ممارسات كل التجار بتخش، وأقل سعر مع أعلى جودة، وطبعا لها مواصفات خاصة، بتخش في تحاليل ونسبة بروتين والكلام ده كلته. فكل أنا موفرت الحاجات دي بسعر كويس وفي نفس الوقت جودة عالية، دي بتنعكس على الانتاج بتاعي، بيكون انتاج كويس وانتاج مميز وسعره مخفض في نفس الوقت. تمام. لو في مشروع جديد مثلا زي الدجاج البياض كده، من بدايته بقى بنجيب مثلا، بنعمل مناقصات مثلا للبطاريات، للكتكوت بنشتريه ازاي؟ طبعا احنا المحطه ديت هي ثلاث عنابر انتاج، الثلاث عنابر انتاج ده هم كل عنبر منهم بيقعد الفتره بتاعته من 70 ل 75 اسبوع، وممكن يوصل معايا ل 80 اسبوع حسب الظروف. يعني طالما بينتج وكويس وعندي تأخير في الدفعة اللي هي بعد منه، أنا برتب الدورات، الدورة اللي بينتهي العمر بتاعها بتكون الدورة مجهزة في عنبر التربية، وعند 16 أسبوع ببدأ
اكون بعت الدجاجه البياض اللي هي وصلت سن ال 75 اسبوع وانتهت. دي بعد 75 دي لحم. ببيعها لحم بقى. تمام. ماشي. دي بتتباع في مزاد ولا بتتباع للمزارعين؟ بتنباع في مزاد برضو محلي، بيجي التجار ينافسوا عليها وباعلى سعر بنبيعها. ماشي. لانه طبعا هي خلاص ما عادش الانتاج بتاعها ما عادش مجزي، وبقت التكلفه بتاعتها بتاكل اكتر من ما بتجيب. يبقى في الحاله دي انا بستغنى عنها وبدخل الدفعه الجديده اللي هي انا مهيئها بقالها 16 اسبوع عندي لانتاج البيض، تبدا تخش هنا في نفس المكان بتاعها بعد اجراء عمليات النظافه والتعقيم والتطهير والحاجات دي كلها. بتبدا الفرخه تخش علشان تهيئ نفسها لانتاج البيض، في خلال 4 اسابيع تبدا تديني انتاج ويتولى الانتاج في الزياده، وبالتالي الدفعه دي تخلص، الدفعه الثانيه تكون بتجهز هناك وشغالين على كده الحمد لله. تمام. بالنسبه للتحصينات برضو بنتعامل ازاي مع التحصينات؟ ده برنامج احنا كفلوس بنتكلم، برنامج من عمر يوم لحد ما توصل للانتاج، وهي في الانتاج لو طرى عليها اي حاجه محتاجه اي حاجه من خلال الطبيب البيطري المختص اللي هو معين هنا في المحطه بنعملها على طول. احنا بنشتري وبنوفرها من خلال الصيدليه البيطريه التابعه لمنطقه الاصلاح الزراعي، وهي من احدى مشروعات الجمعيه المشتركه ايضا في محافظه كفر الشيخ بالمديريه الاصلاح الزراعي. ماشي. لنا صيدليه خاصه بتخش كمنافس مع الشركات وبتجيب لنا الادويه واضافات الاعلاف والحاجات اللي احنا بنستهلكها هنا في المحطه باقل الاسعار ايضا. ماشي. على اساس ان انا ما اتعرضش للتاجر اللي بره او الصيدلي اللي بره ان هو يعني يبيع لي باعلى اسعار، فبالتالي تزود سعر التكلفه عندي. بالنسبه للكرتونه، طيب تكلفه سعر الكرتونه؟ الكرتونه احنا بنجيبها ولا بنصنعها؟ لا، الكرتونه احنا بنشتريها من خلال مناقصه برضو. بتدخل الشركات مع بعضها واقل سعر في المناقصه بنشتري بيه، بس تكون الجوده عاليه، مش اقل سعر وكرتونه تعبانه ما تشيلش البيض بتاعي. لا، لو احنا هنجيب الكتكوت من شركه مثلا كوبرا مثلا، نفس برضو بنخش مناقصه؟ نفس الشركات، بنعمل مناقصه بين الشركات والشركه اللي بنعلن عنها في الجرايد الرسميه، والشركات بتيجي وبتعمل كل شركه بتقدم عطاء واقل الاسعار مع اعلى جوده برضو، ولان انا بعلن عن ان انا عاوز دفعه دجاج بياض عمر يوم مش اي دفعه. ويعني كل شركه بتعرض بقى الاصناف اللي عندها، وكل صنف ليه ميزه، الصنف المميز انا بختاره على اساس ان هو يستمر معايا في الانتاج. تمام. بالنسبه للمتابعه هنا، بالنسبه للصيانه، صيانه العنابر، البطاريات، الصيانه طبعا حضرتك بتتم من خلال العماله المدربه اللي هنا. ماشي. لان طبعا البطاريات ديت مشروع مجهز بقاله فتره، ولو في اي صيانه العمال اللي عندنا بقوا مدربين عليها وكل حاجه بتتم من خلالهم. تمام. وتحت اشراف مدير المحطه، مفتش تعاون، مدير منطقة الإصلاح الزراعي، مدير عام الإصلاح الزراعي، كلها أجهزة بتكمل بعضها في خدمة المشروع. تمام. بالنسبة للبيع المنتج بقى، بيع المنتج بيتم من خلال بورصة يومية، ومن خلال سعر البورصة أنا ببيع، ما أقدرش أبيع أقل من البورصة أو أعلى من البورصة. تمام. بورصة هنا؟ تمام. لا، البورصة دي بورصة على مستوى الجمهورية. ما جيش مثلا أبيع مثلا لتاجر؟ لا، مش ببيع بمزاجي. لا، والتاجر من خلال التليفونات بيتواصل مع مدير المحطة وبيحجز الكمية بتاعته، لأنه طبعا الكمية التجار يامه، والكمية يعني يدوبك بتغطي الكل كده، فكل واحد لازم يحجز كميته. الحاج عبد الله رجب، رئيس مجلس اداره الجمعيه المشتركه بكفر الشيخ، اهلا بيك. اهلا، مرحبا يا باشا. انت طبعا صاحب الفلوس، صاحب إن شاء المشروع. الله. ان شاء الله. اشرح لنا بقى هنا مشروع الدجاج البيض هنا. مشروع محطه الوفاء لانتاج البيض احدى مشروعات الجمعيه المشتركه منطقه الاصلاح الزراعي، تابعه لمديريه الاصلاح الزراعي، الهيئه العامه للاصلاح الزراعي، وزاره الزراعه. تكلفه المشروع 1,088,100 جنيه سنة
82، النهارده عدى ال 25 مليون جنيه. يعني احنا بادئين بمليون جنيه، مليون 88100 جنيه بالظبط. النهارده المشروع النهارده ازيد من 25 مليون جنيه. مشروع محطة الوفاء لإنتاج البيض مشروع من ضمن المشروعات المتكاملة للجمعية المشتركة. يعني أنا عندي طبعاً محطة الوفاء لإنتاج البيض المستهدف لها في اليوم من 55,000 ل 60,000 بيضة في اليوم. 55,000 ل 60,000 بيضة في اليوم. في السنة من 18 مليون ل 20 مليون بيضة. بيستفاد منها عندي ثلاث محافظات، كفر الشيخ والغربية وبالذات مركز المحلة ثابت عندي ومحافظة المنصورة. طبعا محافظة الدجهلية اللي هي المنصورة. عندي البيضة لأن أنا اللي بعمل التكلفة وعندي المصنع، فعندي الكالسيوم زيادة وعندي البيضة كويسة، فلي زباين عندي كل البيض بتباع بالحجز. يعني الناس عندها زيادة، انا عندي بتحجز من 10 ايام ل 15 يوم مسبق. احنا بناخده 2 جنيه بس على طبق البيض للعماله، والبيض عندي بكلف 52 جنيه ببيعه ب 54 جنيه. حاج عبد الله، انت كمنتج النهارده بتوازن ازاي بين سعر التكلفه وسعر البيع؟ النهارده في علف غالي. احنا عملنا طبعا التعاون الزراعي بقيادة الحاج ماجد الشراكي رئيس الجمعية العامة لإصلاح الزراعي بالقاهرة. احنا لنا تخطيط ولنا شغل غير الحكومة. احنا عملنا ايه النهاردة عشان نحافظهم على السعر بتاعنا؟ فكينا ودايع، ما حسينا الحرب بتاع اوكرانيا، فكينا ودايع حوالي 2 مليون جنيه، واشترينا اضافات الاعلاف واشترينا الذرة كان سعره من 4000 ل 5000، النهاردة سعره من 8000 ل 9000. كان عندي السويا ب 6000 وصلت 12000 النهارده. فانا حافظت على الحاجه دي، فكيت ودايع، قلت الوديعه في البنك مش هتكسب كتير، ولكن لما اشتري بيها الاضافات الاعلاف والذره. انا اقول للدوله النهارده ان الجمعيه العامه للاصلاح الزراعي بجمعياتها المتنوعه احنا معاكم واقفين مع المواطن، مع الوطن ومع المواطن. تمام. مع الوطن والمواطن. تمام. بقياده الحاج ماجد الشراكي وبتعليمات من القياده السياسيه العليا، الرئيس عبد الفتاح السيسي. وزير الزراعة كان عندي السنة اللي فاتت اللي هو الحالي دلوقت، ومحافظ كفر الشيخ، وانبهروا بالإنتاج. ولكن احنا عشان احنا من محافظ كفر الشيخ نفسنا مراكز التسويق يفتحوا لنا مراكز تسويق أكتر، أزود محافظة كفر الشيخ على أساس إن المشروع دوم المحافظة. ازاي النهاردة إن مشروع في كفر الشيخ مشروع مهم جدا وهو الدجاج البياض مفيش منافس في كفر الشيخ؟ أنا عندي ثلاث منافس بتوعي. ثلاث منافس بتوعنا. سيادة المحافظ هو هنا مع سيادة الوزير قال هعمل لك منافس في المراكز، مراكز اللي هي التانية مطوبس وجلين وكده. قلت له أنا على استعداد، والحد النهاردة يعني إيه جاريين في التنفيذ إن شاء الله. طيب ماشي، ده حاجة كويسة إن النهاردة نعرض حاجة بسعر مخفض، بس أنا محتاج. لكن أنا عندي ثلاث منافس تابعين لي، أنا تابع لي الإصلاح، تابعين لي، موزعهم في مدينة كفر الشيخ. تمام. طب احنا النهارده لو عايزين نتوسع في منافس المحافظات التانية احنا محتاجين. انا على استعداد، انا عندي قوتي طبعا 100,000 فرخه موزعه على 4 ناب، عند عنبر تربيه وثلاثة انتاج، فانا بطلع 60,000. انا عايز افيد حتى محافظتي، انا عايز يعني الاكثر محافظتي. انا الاكثر بتباع بره، مركز المحله ثابت عندي، المنصوره ثابت عندي، في من الدجهليه، في من الجليوبيه، في ناس بتيجي تاخد من جميع الجمهوريه، عارفين البيضه ايه بالظبط. في مصانع بتحتاج البيضه بتاعتي انا بالذات، للكالسيوم بتاعها مرتفع، ما بدورش على البيضه قد ايه، رغم ان بيضتي برضه حجمها كبير. يعني البيضه حجمها كبير، انا عندي بيوصل الطبق من 2 ل 2.5، في الاماكن الثانيه كيلو 800، ورغم كده الكالسيوم عندي زياده. لكن انا بحط بتعليمات من الحاج مجدي هامش ربح بسيط على جد العماله الموجوده عندي، لان المشروع انتاجي خدمي. الحاج عبد الله، طب انت ايه رايك النهارده كرتونه البيض لما توصل اكتر من 80 جنيه؟ والله بالنسبه للمشاريع اللي هي بره، يعني طبعا ما عندوش سيوله اللي هو يوفر الحاجات دي، انما احنا بقول لحضرتك احنا فكنا ودايع كانت موجوده في البنوك، وعملنا سياسه ان احنا
نشتري قبل السوق ما يرتفع، فدي نفعتنا في الأزمة اللي هي حصلت، فحافظنا على السعر بتاعنا وحافظنا على تكلفة البيض. يعني وصلت بره 58 و59 و60، أنا عندي ما زادتش عن 52، تكلفة البيض ما زادتش عندي عن 52. محتاجين الفترة اللي جاية نتوسع في مشروعات زي كده إن شاء الله بإذن الله وتحت أمركم ومحطة رفاه لإنتاج البيض. أنا نفسي أخدم أهل بلد أهل محافظة كفر الشيخ، ونداء برضو من خلال حضراتكم لسيادة المحافظ اللي يعمل لنا منافس في جميع المراكز، وإحنا على استعداد إن شاء الله نتواصل معها ونمديها بكل حاجة. طب إحنا عاوزين نمد مثلا المربي أو المزارع الصغير بدجاج تربية، نقول له خد الدجاجة هو عشان يبيض عندك. لا حضرتك، احنا عندنا عنبر تربية واحد، لان بعوز يعني شغل خاص، عندنا عنبر تربية واحد بنجيبه 25,000 25,000 على جد التلات عنابر، عندي واحد بيمشي التاني بخش عملية كلها، لان احنا المشروع الماني وشغل كله توماتيك. فحضرتك انا ما عنديش استطاعة ان انا اوزع الفراخ بره، لكن انا مشروع بي، انا مخصص عندي مشروع بي. فسوقنا مليان مشاريع.